أحسن الله إليكم أم ياسمين من القصيم المملكة العربية السعودية، تسأل عن صلاة التسبيح هل هي مشروعة، وهل ما ورد فيها من أحاديث في بعض الكتب هل هي صحيحة؟ صلاة التسبيح لا، ليست صحيحة، بل هي مبتدعة من ناحيتين. من ناحية السند فإن سندها غير صحيح عند أهل العلم، بل هو سند ضعيف جدا أو ساقط. والناحية الثانية صفتها مخالفة للصلوات المشروعة، لأنها فيها قراءة في الركوع، قراءة في السجود من القرآن، وهذا غير مشروع في الصلوات، ومنها تكرار سور معينة فيها، وهذا غير مشروع في الصلوات، هي مخالفة للصلوات المشروعة، وأيضا هي غير صحيحة السند. والذي يريد الأجر ويريد الخير ويرغب الصلاة عليه بالصلوات المشروعة، وصلاة الضحى وصلاة الليل والصلوات المشروعة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تحية المسجد، الرواتب التي مع الفرائض، صلاة الوتر. نعم.